متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر من اسكندريه، واحنا بنتابع معاكم انتعاش سياحه اليخوت والقوارب في فسحه بحريه جميله. واحنا دلوقتي في ذروه موسم الصيف في اسكندريه، واللي بتستقبل الاف من المصطفين من مختلف محافظات مصر. احنا دلوقتي معاكم في منطقة مرسى اليخوت، ودي منطقة شهيرة جدا في بحري، بتتجمع فيها القوارب والمراكب واليخوت الكبيرة كل على حد سواء المراكب السياحية او مراكب الصيد. هنا في مرسى اليخوت في منطقة بحري، ومن هنا بتنطلق معظم الرحلات البحرية في اسكندرية. هنا تقدر تاخد مركب او قارب او تاخد يخت وتطلع في رحلة بحرية ممتعة في بحر اسكندرية. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم اليخوت هنا والمراكب على مختلف الانواع والاحجام، كلها يعني بتقدم خدمة سياحية للاهالي اسكندرية وكمان المصطفين والوافدين اليها لقضاء اجازة مصيفية سعيدة. يعني عندنا هنا مجموعة من اليخوت، اليخت ده بيحمل حوالي اليخوت الكبيرة من 40 لـ50 فرد، وزي ما عرفنا ان في اسعار محددة هنقولها لحضراتكم. اليخت الكبير اللي بيساع من 40 لـ50 فرد، ده سعر الفرد فيه 125، ده لو في حالة مدة الرحلة 3 ساعات، او 175 او ده لو في حالة ان الرحلة بتقضي تقريبا يوم كامل في البحر من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، حوالي 6 ساعات في البحر فسحة وجولة جميلة في بحر اسكندرية. اليخت بيكون سعر الفرد فيه 175، ده شامل حاجات كتير، شامل مشروبات ساخنة وباردة، وكمان ممكن تصطاد وانت في اليخت، او كمان شامل دي جي والجولة داخل البحر. يمكن زي ما احنا عرفنا من المنطقة هنا ان الجولة البحرية يعني بتمر على عدد من معالم اسكندرية. انت بتاخد الجولة بدايتها هنا من منطقة بحري، وبالتحديد من منطقة قلعة قايتباي في بحري بتنطلق الرحلة البحرية هنا باليخوت والقوارب الفسحة، وبتاخد جولة في بحر اسكندرية، بتمر زي ما احنا شايفين البحر من هنا على منطقة المنشية، وتصل حتى منطقة مكتبة اسكندرية، وبيكون يعني هناك نقطة تمركز امام مكتبة اسكندرية.
يمكن زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دي منطقة مكتبة اسكندرية من الجهة الاخرى من منطقة بحري، وبيكون في نقطة تمركز هناك، المركب السياحي بتقف هناك يعني قضاء عدة ساعات في المنطقة لمحبي هواية الصيد، سواء صيد السنارة أو الصيد عموما. هنا بتقف المركب، وفي كمان لنزول البحر والاستمتاع بمياه البحر للعوم، وقضاء يعني يوم جميل هنا في نقطة التمركز أمام مكتبة اسكندرية. يعني خلال اليوم بيكون على المركب السياحي دي جي ومشروبات ساخنة وباردة زي ما عرفنا، ويعني فسحة شاملة كل مراحل التمتع بالبحر وقضاء يوم حوالي 6 ساعات داخل البحر. يعني احنا هنا في منطقة قلعة قايتباي، وفي الخلفية بتظهر منطقة القلعة هنا، واحنا في مرسى اليخوت الشهير جدا في اسكندرية. وكمان عرفنا ان القوارب هي قوارب سياحية وكمان قوارب صيد بتتمركز هنا بأعداد كبيرة زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، وبتنطلق منها معظم الرحلات البحرية الجميلة والشيقة في اسكندرية لقضاء فسحة داخل البحر والاستمتاع بفسحة صيفية جميلة. كمان يعني بالنسبة للقوارب الصغيرة، يعني زي ما عرفنا ان القارب الصغير اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده بيكون سعره حوالي 150 جنيه في الرحلة. المركب الصغير 150 جنيه في الرحلة سواء فرد واحد او بيحمل لحد 10 افراد، بيطلع حوالي ساعة الى ربع في البحر، بيلف نفس الجولة اللي قلنا لحضراتكم عليها، بياخد من هنا بحري يطلع على المنشية ونقطة التمركز امام مكتبة اسكندرية، ثم العودة مرة اخرى لمنطقة بحري في جولة يعني جميلة وصغيرة. يعني بيكون مفضل بالنسبة للعائلات، لأن بيكون يعني خاص بيحمل عائلة واحدة، بيحمل من فرد واحد ل10 أفراد، دي الحمولة النهائية، ويعني بيكون سعره 150 جنيه في الجولة. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم هنا منطقة بحري يعني بتتمتع بكورنيش جميل جدا، وكمان يزينها مرسى اليخوت اللي بنجد فيه مختلف انواع المراكب واليخوت، سواء مراكب سياحية، مراكب الصيد، واليخوت السياحية اللي بتاخد جولات بحرية ممتعة جدا داخل بحر اسكندرية، بتلف معالم اسكندرية تقريبا في منطقة بحري وسط اسكندرية. يعني منطقة بحري هنا من أجمل المناطق الجميلة الممتعة جدا في الفسح. يمكن بنشوف هنا ركوب الحنطور كمان، وعلى مقربة هنا مسجد المرسي أبو العباس الشهير في حي المساجد، اللي فيه حوالي 5 أو 6 مساجد داخل ميدان المساجد في منطقة بحري. كمان الفسحة الشهيرة، وهنا قلعة قايتباي في منطقة بحري، يعني فسحة كاملة جميلة ممتعة هنا في المنطقة الشهيرة جدا، واللي بتعتبر من أقدم و يعني حي عريق جدا في محافظة اسكندرية.
يعني كمان عرفنا من القائمين على تلك الصناعة والمهنة في منطقة بحري ان كل القوارب والمراكب واليخوت دي بيتعمل لها صيانة دورية، تقريبا في صيانة دورية كل شهر للتأكد من صلاحيتها لخروجها في رحلات بحرية آمنة للأهالي والمصطفين، وكمان بتعمل لها صيانة سنوية لمدة 10 أيام بتدخل الصيانة، يعني طبعا حرصا على سلامة القوارب واليخوت البحرية دي، وهي بتحمل سواء رحلات الفسحة والرحلات السياحية أو كمان رحلات الصيد. الفسحة هنا مش بس يعني قائمة في فصل الصيف ووجود المصطفين والسائحين، لكن زي ما عرفنا يعني هنا الفسحة مستمرة طوال العام حتى في الشتاء، وبتلاقي إقبال كبير جدا من محبي الرحلات البحرية حتى في فصل الشتاء، خاصة طبعا في الأيام المشمسة والهادئة في فصل الشتاء بيكون في جولات بحرية مستمرة طوال العام، يعني جولة بحرية ممتعة داخل البحر، بحر اسكندرية، سواء في الصيف أو في الشتاء. يعني احنا كنا معاكم في جولة من منطقة مرسى اليخوت في منطقة بحري، بنتابع معاكم انتعاش حركة القوارب واليخوت السياحية في الصيف. شكرا لحضراتكم، كنت أنا معكم جاكلين منير مراسل يوم السابع في اسكندرية. شكرا.